من جديد بنرجع نحن ماريس بفريق الانتريك. لهلا الامور مثل ما ماشيه بالمباراتين، هومنتن مع انه عم يتقدم على ان اس اي رجع، يعني كان عنده ليد 11 نقطه ان اس اي باول كوارتر، حاليا النتيجه 38-42، تقدم هومنتن بفارق اربعه، بس هيدي النتيجه ما بتفيد هومنتن طالما الماريس متقدم على فريق انتريك. مقارنه احصائيه بين الفريقين على الهاف تايم نسبه التسجيل من كل المسافات، ماريست افضل 3 بوينتس، ماريست افضل الفري ترو، الانترنيك عم يكون افضل. شوف الريباوندز قد ايه فارقه، قد ايه فارقه 28 مقابل 16، 13 اوفنسيف ريباوندز قدروا عملوا على الهاف تايم لاعبين ماريست، الاسيست عم يكونوا احسن، كمان التورن اوفرز لصالح الانترنيك، اربع ستيلز للانترنيك وكل فريق عمل اثنين بلوك شوت. انطلاع الكوارتر الثالث، زون ديفنس عم يلعب اذا المدرب صباح خوري، زون 2 3 بانطلاقه الكوارتر الثالث. جوردن برونر، شو هيدي؟ شو هيدي؟ السله محتسبه، هيدي اول مره بنشوفها بهالموسم اكيد، قاطع علي ببطوله لبنان، هيدي كان مشهور كثير فيها لاري بيرد. شوفوا كيف من ورا البورد، حلوه كثير هالسله، حبيتيها غاغا مع ضو مشعشعه هي ونازله. 10 نقط لبرونر، باتريك خطا لصالح باتريك معبود، لنشوف كيف راح يكون السيناريو الكوارتر الثالث اذا انترانيك بلش يقرب. هومنتمن بعده متقدم على فريق ان اس اي، راح نروح ل يعني لاكشن بالكوارتر الاخير، بس طالما ماريست بعده عامل ليد، كل شيء عم يعمله هومنتمن هلا بمجمع فؤاد شيب جوني ما راح ياثر، بس حاليا بعد ما انطلق اصلا الكوارتر الثالث تاخروا اصلا لينطلق الكوارتر لتنطلق المباراه. باتريك عم يسجل الرميتين، اولى نقاطه لباتريك معبود. اندرو كوبالي، جوردن برونر يعطيه لهارفي، هارفي بعد عنده ثلاث ثواني، بمر لبرونر بسدد من محل بعيد، من محل بعيد ما بينجح، ريباوند لابراهيما، ست ريباوند لابراهيما توماس. ارتس جيفير تسديد عن الارك، ما بسجل برونر على الديفنسيف ريباوند. أندرو كوبالي، جامير كولمان بفضي للكوبالي، أوبن شوت ما بسجل، وهاها لا، آي لاف ذيس جيم، جوردن برونر عم يستعرض. وعم نشوف دائما رئيس نادي الماريست استاذ أكرم صفا، استاذ بيكان شيرشيان كمان اللي هو رئيس نادي أنترانيك، وطبعا أمين صندوق الاتحاد اللبناني لكرة السلة إلى جانب كريم المر. إذا برونر عم يسجل حاليا نقطة ال 12 بأجمل سلة بهالجيم، أصلا صار عنده هو السلتين الأجمل. كولمان عم يلم الريباوند، عم يجربوا يعملوا الكامباك ل كولمان، محاولة ثلاثية بسجل الكوبالي هالمرة، الفارق نزل، الفارق نزل لأربع نقط بس. بعدها كان في تورن اوفر، كوبالي صار عنده 21 3 بوينتس، عم يسجل كمان الكوبالي 2 3 بوينتس على التوالي، 22 3 بوينتس لإله بهالموسم، ونقطتين عم يرد عليهم جيفيون بليك بعد ما نزل الفارق لنقطة واحدة بس. بليك عم يسجل نقطة ال 13،
كوبالي عم ياخذ تعليمات من مساعده للمدرب عقيق رودني ناهض. 13 نقطة إذا لجافيان. بسجل الفري ثرو، بسجل الاند 1، بصير رصيده 14. بيرجع بيطلع الفرق لأربع نقط. أنترانيك بلشين الكوارتر الثالث أفضل بكثير. أندرو كوبالي، سليم علاء الدين، هارفي. هارفي بحاول يمرر مقطوعة من دفاع فريق الماريست. جافيان بليك يعطي جابرييل صليبي من جيد بليك، يعطي باتريك كمان جافيان. توصل لابراهيم، ذكية تمريرتك يا بليك، ذكية تمريرتك. 17 نقطة. اسيست جديدة لصالح جافيان بليك، صار عامل 6 تمريرات حاسمة. محاولة ثلاثية لهارفي. باتريك معبود، تورن اوفر على باتريك، حطوا بريشر عليه كثير لباتريك وجبروه بالتورن اوفر. 8 تورن اوفرز على فريق الماريست، 5 على انترانيك. جميل كولمان يعطي هارفي. بعد عنده 3 ثواني هارفي. هارفي بيلعب على السلة والبلوك شوت ناطره من ابراهيم. اوف ملا بلوك شوت عمل ابراهيم على هارفي. باور بلوك شوت رح ترجعوا تشوفوه بالإعادة. كأنه يعني زرع كان طالع بطريقه كثير صعبه اصلا هارفي، كان الوقت عم يمرق ومضطر ياخذ التسديده. جافيان بليك 6 نقط التقدم للماريس. باتريك معبود ما بينجح بالتسجيل، جوردن برونر على الديفنسيف ريباوند. سليم مدري شوت كمان ما عم ينجح سليم علاء الدين. ديفنسيف ريباوند هالمره لجافيان بليك. جافيان محاولة ثلاثية، ريباوند لكولمان. ست ريباوندز لجميل كولمان. شوفوا الهلب، شوفوا الهلب اللي عمله جابرييل صليب، ممتاز. ترك مانو ونزل ليعمل الستيل. ابراهيم توماس محاولة ثلاثية ما بتنجح، الريباوند لعلاء الدين. كريستيان هارفي عم توصل لسليم علاء الدين. حلو كثير هالفينش يا سليم، حلو هالفينش على ابراهيم توماس، عم يسجل نقطته السابعة. الفارق بيرجع بينزل لأربع نقط. ابراهيم توماس بسجل ابراهيم، لعب على برونر. 19 نقطة صار رصيده لابراهيم توماس. عدلوا بالبطولة 14.3 لهلا، أكثر بخمس نقط من معدله بالليج. بعد عنده حوالي 14 دقيقة. هارفي تسديدته ثلاثية كمان ما بتنجح. جافيان بليك على الريباوند. بليك بمرر لابراهيم توماس، توماس بتوصل لجابرييل صليبي بصعوبة. ارتس بسجل، جايب الارتس بسجل ارتس الأولى لإله بالجيم.
30 3 بوينتس لجيمل ارتس. نقطة تسعة. جوردن برونر كمان ما بينجح. باتريك على الريباوند. مقطوعة من كريستيان هارفي. كريستيان هارفي بيروح على السلة. خاطئ لصالح هارفي. الفاول من باتريك معبود. شفتوا اللاعب ما له حق يبرم ظهره، هو واللاعب يعني هو عم يدافع ما له حق يبرم ظهره للاعب المهاجم. هيدا تاني فاول على باتريك. مباراة الماريس لهلا عاملين بس 6 فاولز. عم يسجل هارفي الاولي 15 نقطة رصيده. بسجل الثاني ما بسجلها. بتابع اللاعب جميل كولمان وتكنيكال فاول. نرجع نشوفها بالإعادة. رح نرجع نشوف شو صار هون. سدد هارفي، شوف الطابة، أخذ الأوفنسيف ريباوند كولمان وسجل. ما بعرف هون شو قال له للحكم زياد طنوس يلي بسرعة احتسب تكنيكال فاول عليه. باتريك هو يلي سدد وسجل نقطته الثالثة. الفارق 6 أو الفارق 7 نقط عفوا. أرتس لبرا عند إبراهيما، يعطيها لباتريك. خاطئ لصالح باتريك معبود من كولمان. بضيع باتريك الأولي. باتريك هيدي تاني رمية حرة بضيعها بهالموسم. بسجل التانية. هو أفضل لاعب على الفري ثرو، مشان هيك من شوي أخذ هو الرمية الحرة على التكنيكال فاول. أنا أقول له حق المدرب ينقي اللاعب يلي بده إياه لما يكون في تكنيكال فاول. أحمد عكاوي على أرض الملعب. عكاوي من الأتمت الأولي ما بسجل. العكاوي ريباوند لأرتس. كمان باتريك بسجل. باتريك نقطة السادسة بالجيم. تقدم 10 لصالح فريق الماريست. أندرو بسجل الكوباني للمرة الثالثة. حلوة الطريقة أصلاً اللي قطع فيها عن أرتس. بالفعل بتفرجي قديه اللاعب عنده سكيلز. ثالث 3 بوينتس لأندرو كوباني بالجيم. كمان أندرو بيقدر ينافس اليوم على مسابقة ملك الطوق. بده بعد 4 3 بوينتس بوقت الصليبي. برد بتسديد من المسافة المتوسطة ونقطة الخامسة. كوبالي هالمرة ما بيسجل. ريباوند لبليك. طابة بتوصل لأرتس يلي بيسجل نقطة 11 بتمريرة حاسمة لجافيان. صارعين من 8 اسيست جافيان بليك. والله منه بعيد جافيان بليك. نشوف تريبل دبل أولي ببطولة لبنان لهالموسم. بعد عنده خاصة 11 دقيقة لعب. جافيان بليك سليم على قديم بيقدر يعمل كنترول على الريباوند. توصل لأحمد عكاوي.
احمد لكريستيان هارفي. شوفوا هارفي كيف عرف يعمل كنترول على الطابه وقدر ياخذ فيها الفاول. اخر 41 ثانيه من الكوارتر الثالث. هارفي خطا لصالح هارفي. اذا ارقامه لجيفين بليك لهلا 14 نقطه 7 ريباوند 8 اسيست. هارفي سجل 15 نقطه بالجيم. عم يسجل الفري ثرو الاول نقطه 16. كمان هارفي من اكثر اللاعبين اللي مسجلين فري ثرو بالبطوله بسجل 2-2 هالمره. 17 نقطه لهارفي. هون في خطا لصالح جيفين بليك. هلا برجع بنشوف بالاعاده شو صار. كل السلامه لجيفين. عم يروحوا على الاي ار اس ليتاكدوا الحكام. جورج يلا اعطيني اياها نورمال سبيد اول شيء. خلي لي الفوقاني اول شيء نورمال سبيد. اوكي الفوقاني وشوي شوي. من تحت عادي. اوكي 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 ميرسي. اذا الحكم رباح جيم وسيرجيو كساب عم يتاكدوا من الفاول لنشوف شو رح يحتسبوا. تسع نقط اذا التقدم لصالح فريق الماريست. محاولة كمان عم تضيع. ريباوند جديد لصالح سليم علاء الدين. كريستيان هارفي صار عنده 6 من 8 على الفري ثرو بهالجيم. عامل لهلا 97 رمية حرة مسجلون. هارفي يعطي سليم بسدد عن الارك ما بسجل وسلي. بيقول حكم نو باسكت. الحكم رباح جيم عم يقول نو باسكت. الحكام المدرب بيقول له تشالنج. ما بعرف اذا رح يروحوا على تشالنج. اذا المدرب جورج عيقي بيقول له بدك تشالنج؟ بيقول له لا. اذا وباكدها هون له حق تشالنج. عم يرجع يروح يقول له بدك تشالنج. اذا توني جانتيان كوميك كوميدي نايت. توني
توترز بطل السلة حاليا إبراهيم توماس عم ياخد أكبر حصة بالتصويت وراء كريستيان هارفي، جافير بليك بالمركز الثالث. إذا هول اللاعبين اللي هلا عم يتنافسوا على توترز بطل السلة. بالكوارتر الثالث كل فريق سجل 20 نقطة. وهومنتن عم يوسع الفارق بشكل كبير حاليا على انسى. غريب شو صار بهالمباراة، يعني كانوا 22-11 بأول كوارتر، نرجع نشوفها هون الوقت كان خلص على الأكيد برياحة، يعني لو راح على تشالنج كان خسروا المدرب عيئة. جيرار حديديان حاليا عم يكون افضل سكورر بمباراه هومنتن ب 20 نقطة، دوين جاكسون افضل ريباوندر ب 11 ريباوندز، جوي ودوين كل واحد عاملين 4 اسيست لهلا بالمباراة. اخر كوارتر بالجيم. إيرستوم تكنو أفضل ريباوندر، بليك 7، كولمان 7، باتريك بوعبود 6 ريباوند، هول الأفضل بتكنو ريباوندر. إبراهيما عم يمرر لمارفن. إيرستوم وفي على كل الأحوال كلوك فايوليشن. لنشوف الحكام رح يعطوا، بتصور ما بعرف اذا ثانيه. اخذ فيها فاول، ارتس عم ياخذ فاول من العكاوي. جافيون لرستوم، إلي رستوم بطلعوا له هلا برا لارتس. ارتس حلو كثير الكروس اوفر يلي عمله، التسديده ما بتنجح، ارتس كمان عمل من ريباوند بسجل ارتس نقطه 13 وبطلع الفارق ال 11 حاليا. ماريست عم يرتاح اكثر واكثر بوقت هومنتمن عامل ليد 20 نقطة على ان اس اي. جوردن برونر بنزل الطابة لسليم علاء الدين يلي بينجح بالتسجيل. العكاوي يلي سجل عفوا. احمد عكاوي. ريباوند كمان للكوبالي. اندرو. سليم هالمرة سليم بسجل 9 نقط لسليم علاء الدين. نزل الفارق لسبع نقط. برجع بقلكم اذا وهون بلوك شوت من افضل شوت بلوكر بالليج، جوردن برونر عم يعمل ثاني بلوك شوت له بالجيم. اذا سجل فريق انترانيك رح يحطوا ضغط كبير. سليم علاء الدين بيضيع المحاولة، أحمد عكاوي بيعمل أوفنسيف ريباوند بيعطي الكوبالي، الكوبالي بيضيع لكن برونر عم يخطف أوفنسيف ريباوند، بسجل نقطه ال 14، نزل الفارق لخمسة، 66 61 8 دقايق أخيرة رح يكونوا صعبين لأنه هومنتمن عامل ليد مريح على فريق ان اس اي، إذا أنترانيك قدر هو اللي يتقدم رح تقلب كل شيء بهالمباراة. جاي
هاي الاثنين الأخيرة جافير بليك بعده على 7 ريباوند 8 اسيست جافير بليك مع نقاطه ال 14 إبراهيم توماس يوصل على السلة ما بيسجل إبراهيم وهون غريب كيف ضيعها أرتس ريباوند لصالح برونر شو عم يصير بالجيم شو عم بيصير بالمباراة إذا سجلوا فريق ألترانيك البريشر رح تزيد بشكل كبير جدا على فريق الماريس العكاوي عم يعطي كولمان جوردن برونر مدريش شوت ما بيسجل الريباوند لمارفن سيركيس هل رح يقدر يسجل فريق الشانفيل بهالوقت جافيان بليك بيعطي ارتس من جيد جافيان بياخذ تسديده جافيان بليك بيرجع بياكد انه هو الهداف الكبير مش بالصدفه هو هداف الدوري اللبناني لكرة السلة 17 نقطة لبليك ثالث 3 بوينتس له بالمباراة ريح فريقه بتقدم 8 نقط اندرو كوبالي جوردن بعد عنده ثانيتين كريستيان هارفي اخترع سجل كريستيان هارفي نقطه 19 بيرجع بنزل الفرق لسته برجع بذكر أنترانيك شو ما صار هي ذاتها بالنسبه لالهم اذا ربحوا او خسروا بالمركز السادس عم يلعبوا من دون اي ضغط ارتس بسجل جيمل ارتس بسجل 15 نقطة لارتس رجع طلع الفارق لثمان نقط اخر ست دقايق بالجيم جوردن برونر بسجل برونر كمان 17 نقطة لجوردن برونر ثالث 3 بوينتس له بالجيم هالمرة الفرق نزلنا خمسة بس فاول من أندرو كوبالي بين أنس أي وهو مات من الفرق عم بيكون حاليا 78-55 لصالح هومنتمن بذكر انه أنس أي بمرحلة الذهاب ربحوا على هومنتمن بمزهر جافيان بسدد بليك كمان بسجل جافيان بليك الرابعة 20 نقطة لجافيان 4 3 بوينتس له بالجيم 36 3 بوينتس بالليج وكمان عم ينافس على مسابقة انت الملك بوقت ريباوند عم يكون دفاع على ابراهيم توماس بده ثلاثة ليربح مسابقة أنت الملك و 1592 دولار جافيان بليك. جافيان عم ياخذ كمان تسديدة لا 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 يا بليك يا بليك خمسة 3 بوينتس الهيئة حاطت عينك عليها حاطت عينك على مسابقة أنت الملك صاروا خمسة بدك اثنين بعد في أقل من خمس دقايق المهم بالنسبة لفريق الماريس انه عم يتقدم 11 نقطة بس بليك بعد ممكن يفوز بالمسابقة ويكون هو الملك اليوم We're doing our job now. That's right. That's right.
خمسة بين اثنين لجيفين بليك. ابراهيم توماس بعده هو اللي عم يتقدم بالتصويت على توترز بطل السلة 43% تقريبا، أقرب واحد له جيفين بليك بحوالي 26%. ولا مرة بهالموسم بليك سجل خمسة تري بونتس بجيم، هيدي المرة الأولى يلي بسجل فيها خمس ثلاثيات بمباراة واحدة، وبعد عنده أربع دقايق و48 ثانية ليزيدهم. تكنو أفضل سكورر جيفين بليك 23 19 إبراهيم توماس وهارفي 19. اوفر على كوبالي، عشر نقطة بليك بمر لارتس، ارتس بوصله يلا ابراهيم توماس تحت السلة إلي رستوم، بسجل رستوم، بسجل بسجل نقطته الخامسة بالمباراة. شانفيل بدأ يرتاح، عنده تقدم 13. كولمان برتبة تسديدة ثلاثية وبيرجع بنزل الفرق العشرة، تاني 3 بوينتس لصالح جامير كولمان. سليم علاء الدين على ميعاد التبديل، عم يلعبوا 1 3 1 فريق أنترانيك. ارتس بسجل، ارتس نقطه 17. جميل كولمان لبرونر بسجل، جوردن برونر نقطه ال 20 بالجيم، كمان اربع تري بونتس لجوردن برونر. إلي رستوم عم يعطي مارفن، كمان جوردن برونر اربع تري بونتس بمسابقه انت الملك، بس اكيد بليك هو الاقرب. سليم كريستيان هارفي تبقى لصالح جميل كولمان، كولمان ما بسجل، كولمان اوفنسيف ريباوند لسليم علاء الدين، هارفي تسديده ثلاثيه بسجل هارفي نقطه ال 22 للمره الثانيه، عم يسجل عن الارك، الفرق رجع نزل لسته. معقوله هالجيم بقربوا الانترانيك، بيرجعوا الماريست بيستوعبوا، لنشوف هالمره اذا رح يقدروا الماريست يستوعبوا الفارق او الانترانيك رح يكمل تقليصه. تسديده الرستم، قلت لكم المره جيده بيستوعب، وهالمره الرستم عم يسجل السله الاغلى يمكن بالجيم، طلع الفارق لتسعه. هي بتشبه كثير مباراه الماريست والحكمه، كان عندهم دقيقه و50 ثانيه تسع نقط فارق، وقدر الحكمه يعمل كامباك. عم يسجل جميل كولمان نقطه ال 15، تسع نقط كان في دقيقة و50 ثانية تقريبا، نزل الفارق لسبعة. هل رح يقدروا يعملوا ستوب؟ جيفين بليك عم يلعب مع الوقت. ارتس بصدق، اوه ارتس كاد يسجل، كولمان عمل الريباوند، فرصة لفريق أنترانيك، جميل كولمان
كولمان اخترق وصل على السلة بضيع كولمان عمل هو الاوفنسيف ريباوند. دقيقة وعشر ثواني بيبقى لنهاية الجيم. مرة جديدة كولمان في خطأ المرة لصالح كولمان ما في فري ثرو عندهم. هيدا أول فاول على الماريس بعد عندهم ثلاث فاولات ثري فاولز تو جيف. تايم أوت تايم أوت للمدرب جورج عيقي. حكم الدولي رباح عنجاب عم يحكي مع مدير الفريق فريق أنترانيك. حاليا جيفين بليك عم يقطع لابراهيم توماس 39% لجيفين بليك حصه تصويته على توترز بطل السله. بليك ابراهيم قريب منه بحوالي 38% تصويت اذا رح يكمل لنهايه المباراه. تاكلو اوف ذا ريباوندر برونر 9 كولمان 9 ارتس 8 ريباوند. الهيئه رح تقطع الريجلر سيزون كلها من دون ولا اي تريبل دبل. هيدي شيء نادر ما شفنا ولا تريبل دبل بهالموسم. تكنيكال فاول تكنيكال فاول على مارفن ساركيس. عنده فري ثرو هارفي ٦٥% بهالموسم على الفري ثرو بضيعها هارفي. انا تفاجأت انه هارفي اللي سددها بصراحه، يعني مفترض يكون غير لاعب يسدد الرميه الحره. في اكثر من لاعب فريق الاوتريك عنده برسنتج عالي. هارفي بيرجع بيستلم قطع من النص كريستيان هارفي. خطأ خطأ من مارفن ساركيس. اثنين فري ثرو لهارفي. مرة جديدة على الفري ثرو. بسجل هالمرة 23 نقطة. بسجل كمان 24 نقطة لهارفي. صار عنده 8 فري ثرو بهالجيم، صاروا 99 رمية حرة بالليك. خمس نقط الفارق. دقيقة وحيدة هومنتمن على أعصابهم أكثر من كل الفرق المتبقية. اكيد هومنت من قلبهم مع الانترانيك، هن يعني في ضرب بيناتهم، بس اليوم هن اكيد قلبا وقالبا مع الانترانيك. جيفين بليك هل رح يقدر يخلص المباراه هو وزملائه؟ اللي رستوم بياخذ تسديده ما بسجل الرستوم. الريباوند لابراهيم توماس. توماس يلي خلصها اوفنسيف ريباوند سلاح الفتاك طوال المباراه لفريق طوال المباراة لفريق الماريس. هو يلي عطى التقدم 7 من اوفنسيف ريباوند. توماس عم يسجل نقطه ال 21.
اخر 36 ثانية بالجيم بمباراة هومنتن انا سعيد فارق 19 نقطة بعد في 4 دقايق و40 ثانية. هونيك الهيئة رايحة فوز لفريق هومنتن. فاول جديد لصالح هارفي. بسجل الفري ثرو 100 بهالموسم. خمسة وعشرين نقطة لهارفي وهيدي نقطة 26. نزل الفرق لخمسة. إليو غصن على أرض الملعب رح يلعب بريس. عم نشوف هون الضغط، شوف جيفيم بليك كيف رح يتصرف تحت الضغط. جيفيم بطلع الطابة بتوصل لجابرييل. إلي رستوم عنده خبرة كبيرة إليه بهيك وقت. فاول لصالح ارتس. اثنين وعشرين ثانية بتفصل فريق الماريست عن تأكيد المركز الرابع لإله. رح يتعادل هو وهومنتمن ب 12 انتصار مقابل 6 خسارات. ماريست ربح الهومنتمن ذهابا وايابا، مواجهات المباشرة لصالحه حكما، مشان هيك هو رح ياخذ المركز الرابع، هومنتمن بروح للمركز الخامس. خطأ لصالح إلي رستوم. برونر عم يتحضر للعودة لأرض الملعب وقت إبراهيم توماس بحديث مع مدربه صباح خوري. رستوم الأولى ناجحة، تسع نقط لإلي. واحدة باثنين لرستوم، هارفي على الريباوند. طابعة توصل لجوردن برونر لتحت السلة، سليم علاء الدين بينجح بتسجيل نقطة ال 11. آخر 10 ثواني بالجيم، أرتس. خطأ لصالح أرتس. تسع ثواني أربع نقط الفارق. أرتس رح يكون عنده اثنين فري ثرو. 79% نسبته بهالموسم. الأولى ناجحة لأرتس، نقطة 18. بسجل كمان الثانية، 19 نقطة لأرتس. ست دقايق، آخر خمس ثواني. كريستيان هارفي وصل على السلة، أند 1. شوفوا هلا إذا سجل الفري ثرو رح ينزل الفارق لثلاث نقط، في ثلاث ثواني ونص. الجيم بعده ملعوب، لأنه تخيلوا مثلا يعملوا ستيل ياخذوا أتمت عن الأرك، إذا سجل الفري ثرو طبعا كريستيان هارفي بيفرضوا أوفر تايم. هارفي بسجل الفري ثرو، 29 نقطة لهارفي. بليك عم يكبها ليضيع الوقت والمباراة عم تنتهي بنتيجة 89-86. الماريس بيخلص بالمركز الرابع، مركز جديد عم ينحسم بسنبس بطولة لبنان لكرة السلة بعد في المراكز الثلاثة الأولى يلي بعد ما تم حسمهم بالبطولة بهالموسم. ما رح ينحسموا إلا يوم السبت على الساعة 11 المساء تقريبا. المدرب صباح خوري صار حدي مبروك كوتش. ميرسي. يعني اخر مره ربح الانترانيك بهالملعب من 16 سنه. اه والله ايه صار فتره طويله، اثر بحياتي ثلاث مرات هون بس
الأنطانيك. فوزكم هيدا مهم لانه عم تتنافسوا انتم عمتن عمتن ربحان فارق 20 نقطه. قلت لك غياس قبل الجيم ما انا عم نفكر بهداك الجيم، كان بهمنا نحن ارضنا اليوم، نحن على ارضنا قليل نخسر جيم، وكنت عارف حاسس جواتي انه رح يكونوا الشباب ريدي منتلي، مع انه بعدنا محلات وقت نطلع 10 12 بوينتس عم يكون في شويه مش استل شيء بس ما عم بيكون في تركيز كثير غياس. هلا معنا 8 9 ايام نركز عليها، وهلا خلص جارانتيد صارت جيم 1 على ارضنا هون بالكوارتر فاينلز. وانتم وهومنتم ولك غياس نحن تعبنا كثير هالسنه وفرجينا عن صوره كثير حلوه، بنستحق يكون عندنا هوم كورت بالكوارتر فاينلز. لا شك انت عم اقول لك يعني انتم يعني مثل ما قلت لك رياضي حكمه بيروت باريس اقل فرقه خسروا على ارضها يعني نحن 12 اند 6 هالسنه مزبوط. في كم جيم يمكن كنا صرنا عم ننافس على الاول كمان والثاني منا مشكله، بس قلت لهم هيدي الباسكت مرات بتفرق على شوطة ام ديسيجن. بدنا نحضر هلا ونكون ريدي لجاي للهومنتمن. في تغييرات كثير عم ينحكى بالاجانب عند الفرق، في كثير فرق عم تحضر قبل انطلاق البلاي اوفز تعمل ادجستمنت او تعمل ابجريد باللاعبين. الشانفيل وين بهيدي لا نحن رح نبقى بذات الفريق على الكار فينال هلا. انا بوثق بكل الشباب، قلنا ست اشهر عم نتعب سوا غياس، انت بتعرف انه هينة منا هينة اصلا تو جو فور تشينج هلا بهيدا الوقت، و بده جمعه 10 ايام يتعرف على اللعيبه ويعرف الساتس تبعنا وكيف بنلعب وكل شيء. سو اي تراست اول ذا بلايرز من الاجانب لللبنانيه، وي غانا فايت. وصلنا على مثل ما بيقولوا خلص يعني على اخر شيء. ومن بتعرف كيف رح يكملوا مشوارهم؟ رح يلعبوا بالطريقه نفسها؟ عم نسمع كثير اخبار، عرفت؟ عم بسمع دوايت هاورد، بسمع كذا لعيب، بس ما بعرف قد ايه مضبوطين. بس اني وايز غياس نحن عم نلعب باسكت حلو هالسنه، وحتى ديفنسيفلي يعني كنت عم اقول للشباب نحسبنا الثالثين بالبطوله ديفنسيفلي وتشيز اهم شيء ضد الهومنت من هيدي. انا بدي اتشكرك صباح مبروك مره جديده، تاخرت عليك جاجا بس خيك معلي. انتهت حلقه سايد بول، ننتقل هلا عند قائد فريق ماريس. بدي اقول لك مبروك اولا. ميرسي جاجا. حلوه طلعتوا رابعين، رح يكون عندكم هوم كورت ادفانتج. بس هلا كان عم يحكي كوتش صباحا شغله كثير مهمه، بعدكم بقصه بس تاخذوا الليد عم يصير في استل شيء ضد الهومنتمن، ما فيكم تعملوا هذا الشيء، رح يكلفكم اكيد كثير غالي. اكيد يعني اليوم والجيمين اللي قبل صار معنا ذات شيء، المفروض كنت تعلمنا بقى، لازم نظبطهم هالاغلاط تما بقى نعملهم بالسريع مع الهومنتمن يعني. باتريك في كيمستري بالفريق برايك؟ نحن ذات الفريق ما غيرنا اجانب، سو ما بتصور هلا الوقت لا الكوتشنج ستاف بده ولا حدا بده يعني، راكبه الكيمستري، بدنا نضل نشتغل على حالنا، نحسن حالنا اندفجولي واز تيم تنضل ماشيين. جود لك باتريك ومبروك لفريق ماريس، تو هارد لك مره جديده لفريق الانترانيك غياس. بدي اتشكرك اكيد جاجا، بدي اتشكر كل مشاهدي ام تي في اللي تابعوا معنا الجيم، بنلتقى نحن وياكم يوم السبت الساعه 9 على شاشه 1، برجع بذكركم على شاشه